السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحي حيكم يا شباب وبنات، حياكم الله جميع. اليوم عندنا تشكيلين يدد اللي نزلوا، اللي هو تشكيل الدائرة وأيضا التشكيل الثاني تستيدو. التشكيل هذا يعطينا ثلاث قوات المستخدم ضررا أقل بنسبة 5 عندما يكون لديه درع. يعني أي قائد يعطي درع يفضل أنه تستعمل التشكيل هذا. أزين، من القادة اللي يعطون درع؟ قادة الحاميات، أغلب القادة الحاميات عندهم درع، مثل عندنا YSS وعندنا أيضا اللي هو هرقل، ممتازين في موضوع الدرع. هل أستعملهم للميدان بداء سكيبيو مثلا عنده درع، جوان عنده درع، ألكسندر عنده درع؟ لا، لا تستعمله، لأنه ما راح نشتغل على التشكيل هذا. عندنا الوتد أفضل وعندنا القوس أفضل للميدان، التشكيل هذا لأصحاب الحاميات. أما التشكيل الثاني يزيد من الشفاء، أنا صراحة موضوع الشفاء حتى في البوابات مثلا 7-6 حاجدين عليك بتزيد من موضوع الشفاء، ممكن تكون جيدة جدا بالداون تايم مثلا عندي، بتزيد انت الشفاء، ما في تعزيز عالي، تبت تستلم تحط الدائرة. هم ما انصحك فيه، انصحك دائما بالتشكيل تيسيدو، يكون افضل لانه يقلل عندك لما يكون في درع 5%، فهذا افضل شيء. هذا في موضوع النقشين او التشكيلين اليدد. اما في موضوع النقوش، خلونا نفصل موضوع النقوش الافضل في القوس والافضل في الوتد. عندنا 4 نقوش اللي هي من النادر، يدد من القوس والوتد وايضا كل التشكيلات اللي نزلت فيها الندرة. راح نتكلم في القوس، من هو الافضل في القوس؟ خذها قاعدة اساسية، افضل تشكيل في القوس هو مليء بالقوة، لانه يعطيك 3%، يعتبر جدا ممتاز. ولا تنسى عندنا الجسور اللي هي افضل كيل في القوس، يعطيك 8%، فهني اعطاك 3%. اما في موضوع الوتد، انا اقول لك افضل تشكيل ما بينهم بلا استثناء تركيز النار، بسبب انه يعطيك ضرر مهارة 4%. تخيل السكنات 5% ضرر مهارة، وهني عندنا 4%، يعتبر جدا تشكيل جبار. عندنا المقدام اللي هو افضل تشكيل في الوتد، يعطينا بعد 10% اضرار مهارة، لكن ارجو انك تركز على موضوع تركيز النار، افضل بكثير. في الناس تيجي تسألني عن المجنون، غالب الناس تسألني عن المجنون، أنا أقولك سيء ثم سيء ثم سيء ثم سيء. المجنون السبب الرئيسي، المكان اللي تنقش فيه المجنون هناك أفضل منه بمراحل، مثل شنو أبو عيسى؟ عندنا مجموعة، عندنا الارتعاش، عندنا الهدوء، عندنا كتيبة في حال إذا كان عندك قائد في من أنواع الدروع مثل ما شرحنا بالفيديوهات السابقة، عندنا الكاسر دي بف مثل شبكة مورا. باختصار شديد، هذيل بالنسبة لي أفضل نقوش في النادر. ممكن يطلع لك نقوش ثانية ما فيها أي مشكلة، لكن أسوأ نقش هو نقش المجنون. موضوع التشكيلات، يعالج القائد إذا ما كان عنده علاج، جربته وما عنده أي علاج، وتقدر تشوف التقارير في نهاية الفيديو مثل ما التجربة بتطلعك. شوفوا فيديوهات جديدة، لا تنسى اللايك شير، شوفكم على خير، عطني رايك تحت. ومان الله.